في كورسات حنين التعليمية لحل مشاكل اللغة الإنجليزية. ابنك داخل المدرسة ومش عارف يقرا ويكتب، يبقى لازم يقدم معنا في كورس الفونكس 10 حصص بس، وبعديهم هيعرف يقرا ويكتب إن شاء الله. ابنك بيعرف يقرا ويكتب ولكن إن هو مش بيعرف يكون جمل، يبقى يدخل معنا في كورس الجرامر. ابنك ما دخلش المدرسة أصلا ولسه مش عارف يمسك قلم، يبقى يدخل معنا في كورس الكيجي. طب ابنك عارف كل الحاجات ديت بس عايز منهج معين، يبقى يدخل معانا في كورس المناهج. كورسات حنين التعليمية متوفر فيها كل شيء للتواصل. رقم